دراسي الجديد وسط جدل حول فرض ارتداء الجلباب على طالبات الثانوية بوصفه الزي الإسلامي الشرعي، كما بررت مديرية التعليم في حكومة إسماعيل هنية المقالة. بدأ العام الدراسي في غزة، جميع الفتيات يرتدين الحجاب والجلباب، فحسب بعض المصادر فرضت حماس هذا الزي كشرط لدخول المدرسة تطبيقاً للشريعة الإسلامية، أمر نفته مديرة المدرسة. الطالبة تأتي إلى المدرسة بالزي المتعارف عليه في الأعوام السابقة، وهو قد يكون جلباب وقد يكون التنورة جينز وقميص الكابوي. يتم تعليم الفتيات بشكل منفصل عن الصبية في قطاع غزة، وحسب قوانين حماس تم فرض مدرسات لتعليمهن، أمر أكده وزير التربية. لدينا حالة مؤلمة في ظل الحصار، وحالة مؤلمة في ظل الانقسام اللي موجود والتهديد الأمني المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. هذا ينعكس على تعليم أبنائنا وعلى نفسياتهم وعلى ظروفهم الاجتماعية. أعتقد هذا يشكل بالنسبة لنا أولوية كبرى مقدمة عن الحديث عن الزي أو سواء من مواضيع التأنيث. رغم ذلك يسود الارتباك في الأوساط الفلسطينية منذ أن فرضت حماس الزي الموحد في المدارس بحجة التخفيف من العبء المالي على الأهالي منذ فرض الحصار. ظاهرة فرض الحجاب على الطالبات اعتبرتها جبهة التحرير الفلسطينية انتهاكاً للحقوق وللحريات الشخصية والعامة التي كفلتها المواثيق الدولية. ومن قطاع غزة ينضم إلينا خليل أبو شمال، مدير منظمة الضمير لحقوق الإنسان. سيد خليل، ما هو موقفكم من هذا التدبير الذي يأتي بعد قرار فرض الحجاب على المحاميات داخل المحاكم في غزة؟ يعني أود أن أوضح مسألة هامة، أن هناك لغط في هذا الموضوع، والإرباك الذي حدث مؤخرا في إطار ردود الفعل من قبل سواء مجتمع مدني أو تنظيمات فلسطينية أو حتى أهالي للطالبات، السبب فيه هو الحكومة في قطاع غزة، حكومة حماس، حكومة السيد إسماعيل هنية، وحيث أنها لم تصدر قرارا واضحا بهذا الشأن، وتركت الموضوع لاجتهادات كما ادعت، لاجتهادات ناظرات المدارس المختلفة والتي أمرنا وحاولنا الضغط على الطالبات بأن يلتزمن بالزي الشرعي وهو الجلباب والإشاب، ولكن عندما بدأت ردود الفعل خرج وزير التربية والتعليم والناطق باسم التربية والتعليم أيضا في الحكومة وعدد من يعني أعضاء الحكومة يستغربون ردود الفعل. أنا قلت لهم يعني بشكل مباشر أن الذي خلق هذا الإرباك هو أنتم، كان يجب عليكم أن تقولوا تعلنوا عن قرار واضح، إما هذا وإما ذاك، وتحاولوا أن تدافعوا عن قراركم. طيب، إن كان في قرار سيد خليل، أما أن تدافعوا عفوا، لكن ألا يمكن أن يترجم هذا الإجراء محاولة لحماس لقطع الطريق أمام الجماعة السلفية، خاصة بعد أن تم القضاء على زعيمها؟ كل المؤشرات التي بين أيدينا ونلاحظها تؤكد وتشير إلى أن هناك حالة أيضا من الجدل داخل حركة حماس في الانقسام بين أصوات تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل، وأصوات تقول أن الوقت غير مناسب لفرض هذا القانون وهذا النظام، وأنهم يتعاملون بعامل الوقت والزمن حتى يستطيع إن تمكنوا وفتحت لهم الأبواب من قبل المجتمع الدولي، من ثم يبدأوا بفرض الأجندة الإسلامية على المجتمع الفلسطيني. ولكن أريد أن أنوه أن المجتمع في قطاع غزة هو مجتمع محافظ، نعم، مجتمع مسلم، لا يوجد فيه ما يدعو الحكومة إلى فرض مثل هذه القرارات التي تبين للآخرين وللعالم وكأن مجتمع غزة هو مجتمع سفور ومجتمع، نعم، غربي. هذا، نعم، هذا في الواقع لا يحدث. نعم، والدليل على ذلك. عذرا على المقاطعة، من قطاع غزة خليل أبو شمال مدير منظمة الضمير لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.